إنه واحد من أكثر الأصوات المعروفة شهرة، مخلوق يحاول أن يجد طريقة ليضخم وجوده أكثر من حجمه بكثير، ولكن كيف يتحمل دماغ هذا الطائر هذا العذاب؟ يصل لغاية 20 مرة في الثانية مباشرة بالوجه، وكل مرة يلتقي طائر نقار الخشب مع الخشب يكون عزمه أقوى 20 مرة من ضربة الملاكم القاضية. طائر نقار الخشب مجهز بمنقار قوي كي ينحت لنفسه فتحة عش، ولكي يبحث عن الحشرات ويقرع نغمة نداء للتزاوج. لكن حتى يتم هذا الضرب المتواصل، يعود الفضل في متانة الأدوات الخارجية إلى نظام التشغيل الداخلي. قبل جزء من الثانية من كل ضربة تنكمش عضلات خلف المنقار لتبعد الصدمة عن الدماغ، وينسحب لسان الطائر الطويل جداً إلى الداخل ويلتف حول الجمجمة. عند بعض الأنواع يغلق جفن داخلي ليحمي مقلة العين من الشظايا المتطايرة. إن التقنية الحيوية التي تسمح لهذه الطيور الشديدة الضرب بأن تحفر وتقرع بأمان معقدة بشكل لافت، لكن النتيجة بسيطة للغاية: شق حفرة لبناء عش يحفظ النسل آميناً.